وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة لا تزال تتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. أهلا بيك يا ريهام. ازيك يا أيه؟ عاملين إيه؟ كله طبعا تمام؟ طبعا إحنا عندنا يعني أخبار كتيرة جدا، وده الحقيقة على مدار يومين، ويمكن الحدث الأبرز الحقيقة هو الحادث الأليم. طبعا هو حدث جلل والمصاب عظيم جدا وكبير وألم كبير جدا الحقيقة لدى كل الشعب المصري. وطبعا احنا بنقدم التعازي، والحقيقه النهارده كان في اجتماع مهم جدا لسياده الرئيس وتابعناه، ولاحظنا كمان ازاي انه حصل اداره للازمه من قبل مؤسسات الدوله من كل الوزارات الحقيقه بتوجيهات من سياده الرئيس. هتتناول الموضوع ده ازاي يوسف؟ الحقيقه وانا بقدم التعزيه لاسر الضحايا وبنحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء، وزي ما بتمنى اكيد الشفاء لكل الناس اللي اصيبوا جراء هذا الحادث، يمكن هبص عليها بطريقه يوسف لو صح الكلام. انا بشوف ان الحاجات اللي زي كده اكبر بكتير من مساله قطرين خبطوا في بعض. المساله متعلقه بعشرات السنين من الفساد والاهمال. الفساد والاهمال دول هم الجاني الحقيقي في قضيه زي كده او في حادثه زي كده، في حوادث تانية قبلها، ولا قدر الله ربنا يستر وما يحصلش تاني، ولكن اذا حدث في المستقبل حدث بهذا يعني حجم بهذا الشكل يعني لازم قدر الامكان نشتغل على مساله القضاء على الجاني اللي هو الفساد والاهمال. ومش عاوز الناس تبص على الموضوع باعتبارها حادثه، هي المساله زي ما وصفتيها هو امر جلل ضخم. صحيح. ما هوش هين على الاطلاق. صحيح. ولازم الكل يشتغل على انه نقضي على فساد واهمال فضل مستمر ومتغلغل داخل اركان الدوله لعشرات السنين. ويمكن استلهاما من الجملة الشهيرة بتاعت أحمد زكي باعتبار أن النهاردة ذكرى، هو كلنا فاسدون حتى ولو بالصمت العاجز. يعني أنا ما أقدرش مثلا أقول أنه جيلي يعتبر بريء من المسألة. ليه؟ لأنه يمكن يكون في مننا كتير سكت على إهمال لسنوات طويلة ماضية، أو البعض شاف وقال أنا ماليش دعوة. ففي النهاية إحنا كلنا عندنا مسؤولية. الإجراءات اللي بتتخذ وتوجيهات الرئيس إحنا لازم كلنا نقف وراها. ليه؟ لأنه الرئيس عاوز يغير كل ده. ما أقدرش أبعد ده عن رؤيته وعن تصوراته المتعلقة بالتطوير الشامل في مصر، مش بس حياة كريمة ولا تطوير الريف المصري وقراه، هي فكرة التطوير الشامل. أنا بدعو نفسي الحقيقة وبدعو كل زمايلي وبدعو كل الناس إن إحنا نلقي نظرة على هذا الأمر باعتباره معركة أو حرب حقيقية، حرب لازم ننتصر فيها بشكل أو بآخر. هو إحنا لازم ننتصر. إن اكتفينا بالبكاء على اللبن المسكوب، أو إذا اكتفينا زي ما يفعل البعض أحيانا بأنه يلا بينا ناخد اللقطة وفلان الفلاني يركب عربية 7 راكب عشان يروح يصور بالموبايل ويرجع يعمل بيها ستوري على انستجرام، ولا يعمل بيها حاجة على تويتر ولا على فيسبوك. في يمكن حد بيعمل ده بحسن نية، ويمكن يكون في كتير بيعملوه بسوء نية. خلينا بس نبقى فاعلين ونبقى على قد المسؤولية عشان نرجع للناس دي حقها. والحقيقة كان في نقطة مهمة كمان جدا يا يوسف في الاجتماع الخاص بسيادة الرئيس، انه مسألة انه يبقى في توازن ما بين الوصول الى تطوير شامل لكل منظومة السكك الحديد، وان هي يتم ميكانتها باحدث الطرق التكنولوجية الحديثة، وفي نفس الوقت مسألة تواصل تسيير القطارات طبعا. مع الحقيقة يعني الحديث بمنتهى الشفافية انه ده ممكن ان هو يؤدي الى تأخر في بعض مواعيد القطارات، وده يخلي برضو يكون في وعي اكتر لدى المواطنين ايه اللي بيحصل في الدولة بالظبط. صح، 100%. مسألة التطوير يعني بتسير بالتوازي مع انه القطارات برضو شغالة في نفس الوقت. صحيح 100%. صح. انا معاك يعني كمان بما ان النهاردة ليلة النصف من شعبان، كل عام وانت بخير يا يوسف، عايزين نستغل هذه الليلة المباركة ان احنا ندعي الكل. صح. المصابين بالشفاء العاجل، وطبعا يصبر اهالي طبعا كل الضحايا والشهداء، ويلهمهم طبعا الصبر والسلوان. يا ربنا يصبر الجميع ويرحم الجميع، وبنحتسبهم فعلا عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء ونعزي انفسنا. انا عايز اشكركم اولا، شكرا جدا ليكي ايه، وشكرا يا ريام، وشكرا لكل صناع التاسعه. نستاذنكم نبدا فقراتنا.